أكد العميد خالد المجاهد مدير عام حملة وطن بلا مخالف في الرياض بأن الحملة مستمرة وتهدف إلى معالجة أوضاع المخالفين ومغادرتهم لأراضي السعودية بعد إعفائهم من الغرامات وبصمة مرحل، ما يتيح لهم العودة إلى السعودية مرة أخرى بطريقة نظامية. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للحملة الوطنية الشاملة وعنوانها وطن بلا مخالف، طبعا هي مكرمة من خادم الحرمين الشريفين للوافدين على أرض هذه البلاد الطاهرة. في الحقيقة أنه تم إعفاء الوافدين المخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود والعمل من الرسوم والغرامات على الوافدين وتتحملها الدولة. طبعا هي تنقسم إلى قسمين، فيها مخالفات تتجه مباشرة إلى المنافذ، وهذه المخالفات هي الزيارة والحج والعمرة وتأشيرة العبور، يتجه مباشرة إلى المنافذ ويغادر من هناك دون حاجة إلى مراجعة إدارة الوافدين أو مواقع التصحيح. أما المخالفات التي تنتهي انتهاء الإقامة والمتغيب عن عمل فيتم مراجعته لإدارات الوافدين وعلى مستوى مناطق ومحافظات المملكة، وبعد ذلك تنهى إجراءاته ويعفى من الرسوم وأيضا من بصمة مرحل والآثار المرتبة عليها بالمنع، فيعفى من هذا.